سعادتك ترضاها لحد من ولادك الكتير اللي انا معرفش عددهم كم. انا ما بخلفش يا عمر، بس لو ربنا كان اداني ابن ما كنتش هبخل بيه على مصر. ولما قلت لك ان عندي ولاد كتير انا ما كذبتش عليك، لان كل اللي شغالين معايا يا اما اخواتي يا اما اولادي. ربنا يرزقك بالذريه الصالحه يا باشا، بس عدم المؤاخذه يعني انت لسه ربنا ما انعمش عليك خالد بيه بالضنا. انا بقى عندي علي اللي كان عيد ميلاده النهارده، اللي ما قدرتش اقدم له هديته لما شفت الهديه اللي جايبها له جوزهم. ادي هديتي 10 مرات يا باشا. عارف يعني ايه يا باشا تتكسف تقدم هديتك لابنك؟ عارف يعني ايه يا باشا تبقى صغير قوي في عين ابنك؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا اللي خلف راضي ولا اللي ما خلفش راضي يا باشا. أنا راضي يا عمر. وأنا بقى مش راضي أتزلق قدام ابني يا باشا. لازم أبقى كبير في عينيه. وأكبر من جوز أمه كمان. مش بس أجيب له عربية هدية في عيد ميلاده، لأ. لازم أركبه أحسن عربية فيك يا مصر. كل اللي اتحرمت منه لازم أعوضه له. كلمة بابا لازم يقولها لنا. ما يقولهاش لجوز أمه. والمصحف الشريف انا فارق معايا نفسي يا باشا. انا كل اللي فارق معايا علي وام اختي. وكامل يا عمر. كامل؟ كامل يا باشا تقدر تقول انه لسه في العراق. ما رجعش.